اهلا بكم، اهلا وسهلا، اهلا اهلا حبايبي، اهلا اهلا مع البروفيسور الدكتور كرم انيس، ولقاء يوم السبت الجميل. واليوم طبعا محاضره مجانيه على روح والدتي الله يرحمها. هذه المحاضره هي هديه مني، هديه مني الى مصر الحبيبه من اجل رفع مستوى التعليم داخل مصر. وايضا هتكلم في جزئين مهمين جدا جدا، جزئين مهمين. الاول وهو الثقافه الامريكيه، الثقافه الامريكيه مهمه جدا داخل امريكا. لو انت مهتم بالشان الامريكي والثقافه الامريكيه فانا هتكلم في هذا الجزء في بدايه المحاضره. ثم الجزء الثاني من هذه المحاضره وهي هتكلم في اللغه الانجليزيه، ومحاضره تعتبر هدية مش بس لمصر الحبيبة، لكل الدول الناطقة باللغة الضاد وهي اللغة العربية. بداية طبعا نرسل كل التحيات إلى المتابعين في كل دول العالم، أنا سعيد بكم جدا جدا جدا. طبعا بمناسبة عيد الأم داخل جمهورية مصر الحبيبة 21 مارس من كل عام، وأقول لأمي الله يرحمها أنت وحشاني كتير جدا 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 يا أمي، وأنا عارف أنت فين الآن، أنت في مكان جميل. وأديت رسالتك بكل أمانة بكل صدق بكل حب، وطبعا أنا شاكر ليكي جدا جدا، وإن شاء الله عن قرب سوف نتقابل، لأن كده معروف إن الحياة ما هي إلا بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. هي الحياة كده فترة بنعيشها ثم هذه الفترة بتنتهي، بس يجب علينا إن احنا نخدم بعض كبشر، دي أهم حاجة. رسالتي هي الإنسانية. الدكتور البروفيسور كرم أنيس أستاذ اللغة الإنجليزية بالولايات المتحدة الأمريكية، رسالتي هي الإنسانية، الإنسان، خدمة الإنسان. ما يهمنيش لونك، ما يهمنيش دينك، ما يهمنيش عرقك، لكن يهمني الإنسان. عندي رسالة وهي خدمة الإنسانية، أو معنى أصح أنا موجود في هذه الحياة عشان خدمة الإنسانية، وأعلم تماما أن الله سبحانه وتعالى مديني موهبة العلم، موهبة المعرفة عشان نشر الرسالة. نشر الرسالة مش بس في مصر، كل دول العالم بأجمعها. إن شاء الله بإذن الله. طبعا بداية هتكلم في جزء خاص بالثقافة الأمريكية. طبعا في رسالة جات لي من طبيب، هو تقريبا جاي أمريكا، فهذا الطبيب بيقول يعني إن سنه 55 سنة، فبيقول كده إن هو ما عداش امتحان التوفل، فبيقول لي يعني أنا ممكن أعمل إيه في أمريكا. حضرتك أقول لك تعمل إيه في أمريكا طالما أنت حاسس إن أنت كبير، وبس خلي بالك Age is just a number، العمر ده ما هو رقم، ما فيش حاجة سيد الفاضل، ما فيش حاجة اسمها سن كبير وسن صغير. أنت حاسس بإيه؟ The most important how you feel. You feel young, you're young. If you feel old, that's mean you're old. انت حاسس بايه؟ انت حاسس انك كبير؟ 55 سنه ده مش كبير سيد الفاضل. دي مشكله الدول الشرق اوسطيه، ان لما يكبر في ناس تقول لي مثلا طب انا دلوقتي مدام مثلا تقول لك انا عندي 35 سنه، هو انا ينفع ادرس انجليزي؟ انت حاسه ان انت كبيره مثلا 35 سنه؟ انت حاسه ان انت كبيره؟ وانت طالما حضرتك ان انت خلفتي مثلا عيل واثنين وثلاثه حسيتي ان انت كبيره في السن؟ نو، ده احساس يا ستي، ده احساس. انت حاسه ان انت كبيره، انت حاسه ان انت عجزتي. مفيش حاجه اسمها سن، طالما انت قادر تدي وعندك اراده وعندك طاقه
وعندك أمل في بكرة ولازم تؤمن بكده. You got to believe tomorrow is much better than today. بكرة أحسن من النهاردة. أنت عايش عشان أنت تعمل حاجة. مفيش حاجة اسمها 35. إلغي الفكر الجاهل دوت. إلغوا الفكر ده. مفيش حاجة اسمها 35. واحد يقول لي أصل أنا 40 دلوقتي. طب أنا حضرتك دلوقتي مش كبير أتعلم إنجليزي؟ 40 إيه اللي كبير؟ في أمريكا هنا بنخش مثلا الجيم. الجيم بتلاقي مثلا واحد عنده 70 سنة 80 سنة. الناس بتتعب بتتعب بتتعب. مفيش حاجة اسمها 30 و40 سنة. انسى الفكر ده. مثلا 70 سنة و80 سنة. احنا عندنا بطولات هنا في امريكا الكمال اجسام تحت ال 80 سنة. تخيل تحت ال 80 سنة. under 80. ايه ده under 80؟ اه عنده امل بكرة احسن من النهاردة. ما الحياة الا امل. مش عايزين نسمع اخواننا هذا الفكر الجاهل المتخلف ان انا عندي 35 سنة 40 سنة. اصل انا عندي اصل انا مطلقة الوقت. طب اعمل ايه؟ ممكن اقدر اذاكر 40 سنة ماما صغيرة. اهم حاجة الطاقة اللي جواكي وانت بتتعاملي مع مين. في ناس ترفعك بتخلي روحك فوق وفي ناس تجيبك الارض. فخليكي you got to be very picky man. picky means ان انت very selective. you got to choose your own people. surround yourself with high quality people. ايه بقى surround yourself with high quality people؟ يعني حوط نفسك بناس ذو جودة عالية. ناس روحها حلوة. ناس جميلة. ناس بتحب الحياة. ناس إيجابية. ابعد خالص. stay away of negative people. ابعد خالص تاني. stay away of negative people. ابعد خالص عن الناس السلبيين. هتلاقي نفسك فوق. حضرتك يا طبيب بالنسبة لمصر. انت جاي ما عدتش. if you don't pass the TOEFL exam don't worry about it. there is another options. مش لازم تبقى طبيب. حس مثلا امتحان صعب بالنسبة لك. اوكي. هتعمل ايه في امريكا؟ هقول لك يا سيدي تعمل ايه. واحد. في عندنا شهادات مختلفة بالنسبة للتمريض. مجال التمريض مش بس ليه هو. مش بس ليه هو. انا بقول لتاني عشان في ناس كتير جدا كلمتني من التمريض الممرضات. يا ماما انت وهي الممرضات مهنة التمريض بالذات. nursing. nursing school in America is so high. there is high demand for nursing in US. high demand in nurses. for nursing in America. في عرض يعني طلب قوي جدا للتمريض في أمريكا. في بعض دول سمعت يقولك أصل بيبصونا ان احنا التمريض سمعته وحشة. مين اللي بيبص للتمريض؟ انا معرفش يعني الفكر ده ايه ده. انا معرفوش بصراحة. يعني واحد بيبص الممرضة في دولة شرق أوسطية بيبص لها مثلا ان هي سلوك مش كويس او سمعة من عليها مثلا she has very ill reputation. ill reputation يعني سمعة سيئة. no man no 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 no. امريكا عايزة تمريض خش على امريكا على طول. وانت مغمضة خش امريكا. امريكا طالبة تمريض بطريقة عالية. لو حضرتك طبيب ومثلا ما عدتش الامتحانات اللي هي التوفل ومش قادر تعمل معادلة don't worry about it. there is a lot of options. a lot of options to survive in America. for example first عندنا شهادة اسمها CNA. CNA اللي هو certified assistant nurse. certified او nurse assistant اللي هو مساعدة ممرضة. دي في امريكا هنا دي شهادة يعني سهلة جدا. it's so easy to get it. ودي اصلا ممكن 3 اشهر بعد كده اول تعيين ليك بياخد تاخد $18 في الساعه. 18 hours per an hour. فدي سهله. دي سهله ممكن تعملها وتاخد ترخيصها وتشتغل بيها. حاجه تانية عندنا ال LVN اللي هو license vocational nurse اللي هو شهاده التمريض المهنيه. دي عندنا هنا طبعا مش بس only one gender female. no we have two genders in America. they are working in that field. في عندنا nurses males and females. في عندنا الميل والفيميل دول شغالين في أمريكا. دول برضو بيعملوا فلوس كويسة. يبقى عندك license vocational nurse اللي هي شهادة التمريض المهنية وده أصلا بتاخد حوالي الساعة بتاعتها $25 الساعة. البنات ديت لما بتدرس طبعا هنا بيدرسوا وبيشتغلوا. يعني they go to school early in the morning and at night time they have to work to survive. لأن هنا الحياة في أمريكا صعبة. فأنت بيدرس الصبح وبعد كده بيشتغل بعد الدور. معظمهم بياخدوا night shift أو بتاخد مثلا swing shift اللي هو الشيفت بتاع الظهر دوت من الساعة 2 في أمريكا لحد الساعة 10 بالليل.
ثم بياخد حاجة اسمها الـ RN. RN واو Register Nurse. Register Nurse الحمد لله الحمد لله. Register Nurse في أمريكا اللي هو واحد ايه بقى Register Nurse؟ Register Nurse in America واحد بيبقى معاه LVN بيخش مثلا اي كوميونتي كولج ان امريكا بروجرام جاست اولي جوين ا بروجرام فور 2 years سو ايزي بات ذاتس ريلي هارد ورك يو جت تو ريلي ورك هارد يو جت تو ستدي هارد يو جت تو بي فيري ستيديوس اتس نوت ايزي ذي نيفر ليت يو باس اني اكزامز انليس يو ستدي هارد يو هاف تو بي ريلي بريبيرد تو باس اني كايند اوف اكزامز اف يو باس ات وذ فلاينج كولرز يعني ايه باس ات وذ فلاينج كولرز يعني انت بتعدي الامتحان بدرجه فائقة جدا بتاخد ايه بتاخد الشهادة بتاعتك you get your diploma or you get your degree then you pass your board exam for nursing board exam بتعدي امتحان التمريض هنا بتاخد الرخصة بتاعتك RM بتشتغل كويس جدا ودول بيعملوا فلوس كويسة بالنسبة للدخل الامريكي ممكن تعمل لها 270 الف دولار السنة الانكم الانوال انكم بتاعها 270 الف دولار السنة فانت فكر حضرتك فكر وشوف الدنيا ماشية ازاي معاك فهل انت تقدر تدرس غير كده حضرتك هتبتدي تشتغل في ايه هقولك تشتغل في ايه زي مثلا معظم المهاجرين في امريكا بيشتغلوا في ايه حضرتك معظم المهاجرين هنا في امريكا طبعا مش كل الناس دي بتتجه للتعليم لان التعليم صعب التعليم صعب في امريكا وتكاسي ارمال ليج يعني ريلي اكسبنسيف سو برايسي التعليم مش سهل التعليم بيكلف فلوس هنا عشان تاخد شهاده من امريكا بيكلف فلوس مش زي الدول اللي هي العربيه ممكن تخش مثلا مش عارف تدفع حاجات بسيطه يعني تاخد شهاده واو هنا لا هنا عشان تاخد ديجري عشان تاخد سيرتيفيكت it really costs you armor leg armor leg means it's so pricey so expensive so you got to really work hard to survive هتعمل هتشتغل مثلا هتشتغل بقى في gas station هتشتغل في بنا عليها physical jobs in America هتشتغل في حاجات secondary jobs in America عشان تبتدي survive وهتبتدي تقبل أشغال حضرتك مش نفسيا it's not really you're not gonna be satisfied I'm honest I'm talking frankly with you you're not gonna be satisfied مش هتبقى مرتاح ودي مشكلة كتير جدا عرب في أمريكا إن بياخد أشغال low standard just only to survive معاك عيال معاك مدام فأنت هتعمل إيه بتبتدي تقبل أي شغل عشان تعيش فالحياة بقولها لك صعبة فبقول لك الحياة صعبة فهتبتدي تاخد مثلا 15 دولار الساعة بس خلي بالك الدولار بتاع أمريكا هو قيمته قيمة الجنيه داخل الدول العربية عشان في ناس فكر كتير يقول لك ايه طب ما انا باخد مثلا 1700 دولار ده ولا حاجه في امريكا عشان فاهم 1500 دولار باخد 2000 دولار ده ولا حاجه ده الايجار بس عشان تاخد ايجار في امريكا ده ب 2000 دولار الشقه 2000 دولار وانت عشان لو حد جديد عشان تاخد دولار تاخد شقه في امريكا يبقى انت بتدفع ديبوزيت وتدفع شهر تامين يعني انت تدفع لك حوالي لو فرضنا ان الشقه ب 2000 دولار انت هتدفع 6000 دولار على اساس مثلا شهر تامين وشهر ديبوزيت وشهر مقدم يبقى انت 6000 دولار بتدفعهم يبقى انت 1700 دولار ولا حاجه في امريكا 2000 دولار ولا حاجه في امريكا ولا حاجه انا بقول لك بصراحه عشان تبقى عارف برضو انت فين 2000 دولار ما تحسبلهاش بقى تقول لي ايه واو ده انا باخد 2000 دولار المصريين بقى خصوصا المصريين هنا يعني يقول لك مثلا استنى بقى بص بقى يعمل لك مش عارف لو رافع لك وشه كده ويقول لك الدولار يعني 18 جنيه يعني 17 جنيه لما اخد انا بقى 1000 دولار يعني هبتدي بقى اخش لي في 1000 دولار يعني 18000 جنيه بالمصري فلما احول منهم ما بتتحسبش كده يا بوخته ابو اخته ما بتتحسبش كده خالص الجنيه جنيه بلده اللبان هنا عشان تشتري اللبان في امريكا الباكو اللبان ده ب 2 دولار ممكن 1 مثلا 85 سنت 1 دولار 85 سنت فقيمة الدولار داخل امريكا ال 1000 دولار دي ولا ليها لازمة 2000 دولار ولا ليها لازمة انت اقل عربية عشان تجيبها used car in America ولسه جاي جديد مش اقل من 8-9000 دولار 10000 دولار عشان تجيبها تركب عربية used car in US ما بتتحسبش دخل الفرد كام 15 دولار مثلا minimum wage in America ما بتحسبش كده يا بابا تحسبش كده بتحسب انت ب 15 دولار بعمل بيهم ايه ده الساندويتش ان امريكا 15 دولار انا عشان اكل اخد غدا في امريكا ب 20 اقل حاجه لوحده انا بس 20 دولار 20 باكس عشان اخد وجبه غدا
معايا بقى العيال، معايا المدام، هتقوم حضرتك تدفع لك بس 130-140 دولار غدا عشان أسرة. فافهم الدنيا فيها ايه، ما تحسبلهاش بقى الدولار والجنيه، ومش عارف الدولار ب 18 جنيه والدولار ب 17، ما بتحسبش كده خالص خالص، عشان برضو العقليات. لو انت جوه البلد احسبها زي ما تحسبها، that's your business I don't care، ده انت كده، ده اللي حياتك انت. لكن لو انت جاي هنا هتعيش هنا هتعرف الكلام ده، هتعرف الكلام ده، ما بتحسبش بالدولار خالص، عشان برضو تبقى عارف رايح فين. بنقول لك الموضوع بمنتهى البساطة. وفي ناس، في ناس كتير عشان تبقى عارف، في ناس كتير ما قدرتش تعيش في أمريكا، في ناس فشلت كتير في الحياة في أمريكا. الحياة في أمريكا مش سهلة، بقول لك بصراحة، في ناس كتير فشلت، في ناس كتير فشلت في اليو اس، وفي ناس اشتغلت هنا مثلا سنين وبعد كده مشت، راحت دول تانية تعيش فيها، مش قادر. فخلي بالك، ده جزء كبير جدا من الثقافة الأمريكية، جزء كبير من الثقافة الأمريكية، جزء كبير جدا من الثقافة الأمريكية. هنيجي كده يا جماعة نشوف الجزء الأول من هذه، خدت بالك، الجزء الأول من هذه المحاضرة، الجزء الأول. I'm gonna talk about the first part of this lecture. First of all, I will talk about say and don't say. حاجات تقولها وحاجات ما تقولهاش. Say and don't say. بعد كده بيقول لي هنا واحد، that's a bad idea. فيش حاجة اسمها that's a bad idea. تقولش that's a bad idea. يعني ايه that's a bad idea؟ هذه فكرة سيئة. No, that's not good to say that. خلي بالك، لازم خلي بالك وانت بتتكلم انجليزي، grab your audience. Grab your audience. لازم تعرف تجذب انتباه المشاهدين اللي بيسمعوا لك. لان مشكله، انا طبعا بسمع كتير هم عرب بيتكلموا انجليزي بيقدموا نفسهم، ممكن واحد معاه ديجري، معاه ماستر ديجري، معاه باتشر ديجري، معاه بي اتش دي، لكن تعالى اقول له كده بليز سير كود يو بليز انتريس يور سيلف ان انجلش، يقول لك ايه ناري سويتي، اه القلب، اه خضتني يا حوكا، معقوله الكلام ده، يا نهار اسود، ايه ده، انا ما كنتش اصلا جاهز، ما كنتش جاهز خالص لحضرتك مثلا اقدم نفسي بالانجليزي. هو مش متمرن على كده، معاه ديجري بس هو مش متمرن على ده، ما بيعرفش يقدم نفسه بالانجليزي. وهتسمع اول حاجه بقى ماي نيم، زي معظمه بقى ماي نيم از، وبعد كده بقى العربيه عماله ايه، عايزه بنزين، مفيش. That's a bad idea. ما قولش خالص that's a bad idea. أقول إيه؟ I'm not sure that's a good idea. بص التعبير أفضل منه. ما تقولش خالص that's a bad idea. أقول إيه؟ I'm not sure. I'm not sure that's a good idea. مش متأكد جدا إن هذه هي الفكرة، فكرة جيدة. ثم ما تقولش لحد مثلا come here. فيش حد، ما بتديش كده، تقولش لحد come here خالص. If you tell me we'll come here, well, sorry, sir. You give me order or what? If you live in America, come here. Well, I'm not your friend. I'm not your girlfriend. I'm not your boyfriend. You tell me come here. No, I'm not coming to you. هنا أصلا لازم تستخدم polite form. You got to use polite form. When you're speaking to somebody, even you don't know, you tell them, hey, please, please. Or could you come here? Could you come here? من فضلك تعالى هنا. فيش حاجة خالص، زي ما الزبط العربي يقول لك ايه، طب اكتب انت كده sir, you're giving somebody orders. You don't give me order. You're not my boss. اسمع كده في امريكا، you're not my boss. You're not my supervisor. You're not my manager to tell me, hey, come here. I'm not your student. Don't tell me, don't ever tell me we'll come here. حاجة جميلة جدا تقول ايه؟ could you please come here؟ ده جزء كبير من الثقافة الأمريكية. بقول الكلام ده ليه؟ اسمعوا يا بنات، اسمعوا يا أولاد، اسمعوا يا شباب، وقفوا لي كده ورا بعض كده، اسمع اللي أنا بقول لك عليه. في كتير عايش هنا ما يعرفش العقلية الأمريكية. عندنا ناس 40-50 سنة ما عارفش إنجليزي في أمريكا. We have a lot of Arabic native speakers. They don't even speak English in the US. عشان تبقى فاهم.
مندمجين فقط مع المجتمعات العربية، بيقولوا عليها very close Arabic community، مغلقين على بعض الليل والنهار، night and day they all speaking Arabic، بيكلم بس عربي. ما عرفش حاجة في أمريكا، ما عرفش خالص حاجة في أمريكا. دول 30-40 سنة فيش خالص، ما عرفوش حاجة، فما عرفش حاجة على القوانين الأمريكية. They didn't know any about the American laws. They didn't know any about American lifestyle. Why she? They've been living in America 4 years, 30 years. They don't know any about US. ما عرفش حاجة عن أمريكا. فلازم تفهم دي كويس. بعد كده. This report is awful. يعني ايه this report is awful؟ This report is awful يعني هذا التقرير فظيع. كده اصلا الانجليزي بتاعك تعبان، الانجليزي بتاعك كده تعبان. This report is awful يعني الانجليزي بتاعك تعبان. فيش حاجه اسمها this report is awful. مفروض تقول this report is not really up to standard. تاني this report is not really up to standard يعني ايه؟ يعني هذا التقرير لا يوافي المعايير العليا. هذا التقرير لا، باللغة العربية هذا التقرير لا يوافي المعايير العليا. يبقى don't say this report is awful but say this report is not really up to standard. This report is not really up to standard. بعد كده تقولش لحد خالص leave me alone. Never say that word. Hey, leave me alone. No, it's not good. Listen, if you live in America, don't ever tell somebody, hey, well, hey, leave me alone. Leave me alone, that's mean you don't want to even talk to me, right? Leave me alone. But better say, hey, sorry, I'm a bit busy right now. A bit busy right now means I'm overwhelmed. I'm busy. ممكن تقول I have a lot on my plate. ممكن تقول I'm overwhelmed. كل ده معناه I'm busy right now. أنا أصلا مشغول دلوقتي. بص أنا قلتها إيه؟ أربع حاجات. تاني بدل ما أقول I'm busy بقول بجمل أخرى كده، بناخد انجليزي بتاعك لمستوى عالي، لان معظمكم مستوى تعبان في اللغه الانجليزيه، مستوى تعبان. فبدل اقول I'm busy بقول ايه؟ I have a lot on my plate. صح، حلوه قويه. وبعد كده خلي بالك بقول sorry I'm a bit busy right now. وحاجه جميله جدا بقول ايه؟ بقول I'm overwhelmed. وحاجه تانية خالص بقول I have a lot on my plate. ده كده انت مستواك عالي. الناس لما تسمعك وانت بتتكلم يقول لك واو، دول طلبه بتوع ايه بقى؟ You have high quality education، عندك جوده تعليميه عاليه. Oh my god sir where did you learn your English؟ I really like it. في عندك الانجليزي بتاعك راقي، لان معظمكم بيتكلم low register. تعال مثلا قدم نفسك تلاقي بيتكلم المستوى بتاعه الفوكاب بتاعه ضعيف. ليه؟ مع تعليم بس مستواه في الحديث لا يتناسب مع مستوى اللغة، الفوكاب بتاعه لا يتناسب مع مستوى لغة الإنجليزية. مفيش خالص. فبتبتدي إيه بقى؟ طبعا لو أنت في أمريكا في أشغال بتروح منك،
ما بتاخدش بروموشن. They never gonna promote you because your English language level skills, المستوى بتاعك ضعيف, فانت مش هتترقى. فخلي بالك قوي من الحاجات ديت. في ناس مثلا مهاجرين هنا جديده ما بياخدش اشغال كويسه, ما بياخدش الساعه بتاعته عاليه, طب ليه؟ يقول لك لا انا ما اقدرش اشغلك في الاشغال ديت لان مستواك في اللغه الانجليزيه ضعيف. فبتبتدي تشتغل بقى اشغال اللي هي فيزيكال جوبس, اللي هي بتشيل وتحط كراتين 12 ساعه 8 ساعات, ودي طبعا بتاثر عليك نفسيا. انت بتروح بتنام, بتروح بتنام, انت فيش حاجه تعملها الا الويك اند بتاعك, اذا خدت 1 داي اوف او 2 داي اوف. فطبعا دي مشكله, مشكله اللغه. الامريكا لغه تاني, امريكا لغه, امريكا لغه. عشان تعرف تعيش كويس يبقى بنقول let me alone, sorry I'm a bit busy right now. كده انا خدت الجمله ايه, خدت الجمله الاربع خمس مستويات اخرى عشان تبهر اللي قصادك, تبهر اللي قصادك. بعد كده خلي بالك الجزء ده, بص بيقول لي ايه, It's hot. Open the window. That's not right. It's not right. It's hot. Open the window. No. It's not hot. ما فيش حاجة اسمها لما أقول لك كده excuse me will open the window. This mean well I'm not even respecting you. I'm not even respecting you. I'm not even respecting you. Better say, do you mind if I open the window? Do you mind if I open the window? النط بتاعك اللي هو الانجليزي اللي هو بتاع الشرق الاوسط ده هتلاقيه بينطق كده. It is hot, open the window. Do you mind if I open the window? ده الانجليزي اللي هو التعبان يعني. انجليزي تعبان, وده المعظم يعني, ده المعظم الناس بتتكلم انجليزي كده. خلي بالك بيبقوا واخدين كورسات, واخدين مش عارفين واخدين فين, والمستوى ضاد جيم, ضعيف جدا 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 جدا. خلي بالك دي من خبره, عارف ماي اكسبيرينس باي ذا واي ان ايدكيشنال فيلد. You have a lot of people, they've been taking courses, private courses, they pay a lot of money, they paid a lot of money, but at the end when they talk, open their mouth and they introduce themselves in English, well they done nothing, zero. زيرو, مفيش. اتعلم ايه ده خلال السنة السنتين؟ ضياع, مفيش. وفلوس كتير؟ مفيش. مفيش بمعنى مفيش, ودول معايا منهم كتير, مفيش. فما تقول كده it's hot, بص النط, it's hot, hot, it's hot, open the window, do you mind if I open the window, من فضلك افتح الشباك. بعد كده فيش حاجة اسمها I hate this color. هي غلط. It's not good to say I hate this color. فيش حاجة اسمها I hate this color. في حاجة اسمها I'm not too fond of this color. بص تعبير أقوى, أحلى, أجمل. يعني إيه؟ مفيش I hate this color, لكن انت كده بتوحي ان انت you have a lot of hate in your heart sir. عندك hate. طالما انت عندك hate, you have a lot of hate in your heart, that's mean you don't have respect for no one. ما عندكش احترام لأي حد. انت عندك ايه؟ شعورك. اتكلم في الجزء النفسي. Anybody has hate in his heart, that's mean well you don't have even love for no one. ما عندكش حب لأي حد. ف never say I hate this color. That's not good to say that. I'm not too fond of this color. بص التعبير, I'm not too fond of this color. يعني أنا مش مغرم بهذا اللون. مش مغرم بهذا. أنا مثلا بحب اللون الأحمر. بعشق الأسود. مثلا. فما أقولش بقى I'm not too fond of black color. مش حلو. مش حلو. أنا مثلا ما بحبش مثلا اللون الأبيض. ما بحبش الابيض, يبقى I'm not too fond of white color. ده اللي هو ما تقولش بقى I hate white color, I hate black color. مش حلوة, مش حلوة. خلي الانجليزي بتاعك اعلى 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 بالانجليزي بتاعك. ودي طبعا مشكلتكم هناك
ان التعليم اخواننا مش عيب فيك، هو اللي انت اتعلمته كده، اللي انت اتعلمته بالطريقه ديت، عشان كده معظمكم بيجي هنا بيتعب في حياته، بيتعب في حياته جدا. عندنا ناس كتير منك هنا بتيجي هنا بيتعب في امريكا، وفي ناس فشلت كتير في امريكا عشان تبقى فاهم، في ناس كتير فشلت في اليو اس عرب عشان تبقى فاهم برضو. حقيقة صعبه يا اخواننا، حقيقة صعبه، انا بقولها لك بصراحه. واحد يقول لك طب بروس انت بتعقدنا، لا انا بقول لك اللي فيها، بقول لك اللي فيها، دماغك انت محدوده. بعد كده شوف الجمال بتاع اللغه، خلي بالك كل اللي انا قلته ده كلام فاضي، كل ده برش ميه يا استاذ المحل، كل ده برش ميه يا استاذ المحل، كل وانا قاعد بالشورت الاخضر ورايا حوض السمك بتاعي والكلبين جوه في الباك يارد جيرمان شيبرد دماغ، كل انا قلته ده ولا بص، كل ده عصافير بني لسه برش ميه قصاد المحل، كل ده لسه برش ميه قصاد المحل، لسه برش ميه قصاد المحل. بص بقى التقيل، يلا التقيله بقى اهو، بقى يلا التقيله اهو، التقيل بقى نخش شويه في التقيل بقى. يلا نهدى بقى كده، بيقول لك افتح بروفيشنال، ان شاء الله حاجه جايه في الامارات يا حبيبي، ان شاء الله حاجه جايه في الامارات يا بابا. متشكرين جدا على المعلومه الجميله ديت. خلي بالك بقى، big gap between two different words. big gap، بص انا قلت ايه big gap، ما قلتش بقى two differences، ما قلتش اختلاف. بص انا بقى استخدم الفوكاب العالي، الفوكاب العالي ده ما بقولش بقى differences. there is a big gap, big difference between specially and specially. بص especially and specially، ايه ده ايه ده ايه ده يا بروفيسور ده؟ specially اللي هي بالاي with letter e، specially means particularly يعني بالتحديد. she loves flower، she loves flowers specially roses. second sentence specially means for purpose، for a purpose لغرض. this dress was made specially for this occasion، هذا الفستان صنع خصيصا غرض ايه for this occasion لهذه المناسبة، لهذه المناسبة. تاني خلي بالك انا قلت ايه، oh there is a big gap big difference between the word two different words especially and specially. specially means particularly، لازم تعرف انجليزي انجليزي، لازم تعرف انجليزي انجليزي، يفهم انجليزي انجليزي عربي مش انجليزي عربي، انجليزي انجليزي عربي مش انجليزي عربي، عشان كده كله مستواكم في البطيخ في الكسكسي، في الكسكسي كله في الكسكسي يا ريس. انجليزي انجليزي عربي، تعرف الكلمه معناها بالانجليزي ثم انجليزي ثم عربي، مش انجليزي عربي، ده تعليم خطا، عشان كده كله بقول لك في الكسكسي، مع احترامي الكامل للكسكسي والكسكس بموت فيه، كسكس المغربي طبعا والتونسي بموت فيه، بموت فيه كسكسي باللبن وكسكسي بالبط عشان تبقى فاهم، بموت فيه الكسكس المغربي والكسكس التونسي، احلى كسكس تاكله في حياتك هو الكسكس المغربي والكسكس التونسي، في نوعين، في منه باللبن وفي منه بالبط، يبقى تعرف ايه بقى تاكله مع البط جميل جدا، يبقى اهو لازم تعرف ديت انجليزي انجليزي عربي مش انجليزي عربي. انسى بقى انسى بقى، نصحى من الغيبوبه ديت، اصحى من الغيبوبه، عشان كده كله معظم والمستويات تعبانه وخربانه. especially اللي هو particularly، she loves flowers especially roses. especially means for purpose، for a purpose لغرض. بعد كده this dress was made specially for this occasion، هذا الفستان صنع لإيه؟ لهذه المناسبة. في عندي all together، all together و all together، خلي بالك في عندي all together و all together. all together means all in one place، المعنى كله في مكان واحد. مثال that last time، بص هنا لما يكون في اخر الكلمه اخرها تي والكلمه الثانيه second word
beginning with letter T هعمل ايه؟ هنطق T واحدة، هنطق T واحدة عشان اسهل النوت، اسهل النوت. ما اقولش بقى the last time، لا بص بقولها ازاي بسرعة، last اخرها T. طب والتانية هي T واحدة، time 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 اولها T واحدة، يبقى انا بعمل ايه؟ انطق T واحدة بس، the last time، بس كده خلاص. The last time, the last time we were all together, we was back in December. بص انطقها بسرعة ازاي؟ بص انطقها بسرعة ازاي؟ اهو. The last time we were all together was back in December. احنا كلنا كنا مع بعض امتى؟ في ديسمبر اللي فات. طب كلمة all together، معناها completely، معناها in total، total يعني إجمالي. We should do something now. We should do something. مش something، ما اسمهاش something، اسمها something. We should do something now. Otherwise, the forest may disappear altogether. بص أقولها بسرعة إزاي؟ بص أنطقها بسرعة إزاي؟ أهو النط بتاعك بالراحة خالص اللي هو We should do something now، نطق بتاعك something now، otherwise the forests may disappear all together. في ناس بتنطقها بالشكل ده، بص انا هقولها بسرعه ازاي، بص النطق السريع دوت. We should do something now otherwise the forests may disappear all together. خلاص كده السرعه. مفروض انت لو مستواك مبتدئ خلي بالك مفروض تنطق 120 words per minute. مستوى المتوسط المفروض اصلا 240 words per minute. مستوى المتقدم المفروض 360 words per minute. مستوى المبتدئ لسه بتكح في الانجليزي المفروض 120 words per minute، يعني 120 كلمه في الدقيقه. المستوى اللي هو الانترميديت المفروض اصلا بتعمل ايه؟ 240 words per minute. السرعه والادفانس ليفلز في الانجليزي المفروض تنطق 360 words per minute، 360 كلمه في الدقيقه. هو ده الشغل الصح، غير كده انت في البطيخ. عشان تبقى عارف لما اقول لك where do you work، ما قلتش where، ما قلتش where. بص النط، نطقك انت بتنطق بالشكل دوت، النط ده غلط. where do you work؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انجليزي ده انا بسمعهم بعمل مقابلات للناس. بسمعهم. في ناس تنطق كده يقول لك where do you work؟ ايه where do you work؟ بص where do you work؟ where do you work؟ في حد هنا راح اشتغل مثلا في شركه من الشركات، فقالت له كده ال HR human resources، فقالت لها كده، سالت لها السؤال ده where do you work ma'am، قالت لها I work on the 5th avenue. 5th avenue ده هنا شارع في امريكا، 5th avenue طريق مثلا، انا قاعده في الطريق الخامس. That's not right ma'am، I work on the 5th avenue. فقالت لها اوكي، فقالت لها Please, I'm asking you, ma'am, where do you work? أنا بسألك أنت تشتغلي فين؟ فطلع I work on the 5th avenue. طلع okay, I'm done. Thank you. الهانم كانت خريجة خدمة اجتماعية في مصر وجات هنا عشان تشتغل sales rep في أمريكا أو customer service in America. الساعة بتاعتها $25. قالت له well, I'm done. Thank you. خلاص، ما هو هنا أصلك هو أسود رمادي أبيض يحمر، ما نقعدش بقى نلف وندور بقى، هو خلاص باين من العنوان، باين من العنوان ان انت ما فيش اصلا انجليزي. وخدت كورسات هنا وهنا 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 وهنا، ما فيش. فهنا I work on the 5th avenue. بص اسمع بقى الشرح هنا، بيقول لك we usually ask this question when we want to know what company you work for. يعني ايه ده؟ احنا هنا بنسال السؤال دوت لما نكون احنا بنسالك عن الشركه اللي انت شغال فيها ايه؟ شركه ايه اللي انت شغال فيها؟ تقوليش انا عايش فين؟ انت شركه ايه؟ Or what kind of job you have؟ ايه نوع العمل اللي انت بتشتغله؟ I work at McDonald's. انا شغال في شركه ماكدونالدز. I work at any company. Nike. I work at any company. Coca-Cola. ده اسمه اللي هو بتشتغل في شركه ايه؟ مش عايش فين؟ خلي بالكوا بقى من اللي جاي دوت. ما تقولش خالص don't say I don't understand. ما تقولش خالص انا مش فاهم. بلاش العك والجهل دوت. Don't say I don't understand. أنا أصلاً مش فاهم. إيه ده؟
ايه مش فاهم؟ الانجليزي ابله مديحه دوت وهي ضربه جيبه داخل الفصل. ايه ده؟ المفروض تقول ساي الانجليزي بتاع امريكا هنا. خلي بالك اعلم على البروفيسور، اعلم على البروفيسور، اعلم على البروفيسور. طبعا البروفيسور كرم انيس استاذ اللغه الانجليزيه بالولايات المتحده الامريكيه. بص كده say it's all Greek to me. It's all Greek to me. I just don't get it. شايف النط؟ I just don't get it. ما قلتش I just do not get it. No. بص 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 بسرعة. I just don't get it. التي كلتها ليه؟ عشان التي قبلها اس فبابا تنطقش خالص. اسمها glottal stop. ما تنطقش خالص. نطق I just بص I just في اللي هو الهمزه المنطوقه ديت اسمها glottal stop. I just don't get it. I just don't get it يعني ايه؟ انا ما فهمتكش. في حاجه ثانيه I can't get my head around it. بص النط بص النط بص اتعلم النط العب يا بروفيسور. بص النط بص عرب النط بص عرب النط لسه خلي بالك ده قاعد كل ده بالشورت الاخضر قاعد كل ده بالشورت الاخضر ورايا حوض السمك لسه ما قلتش حاجه لسه ما قلتش حاجه يا بشر. بيقول لك ايه I can't get my head around it. بص النط ما قلتش بقى I can't get my head around it. ايه ده؟ ده انجليزي ده؟ ده انجليزي قبل سميرة قبل سميرة وهي ضربة جيبة داخلة الفصل تالتة أول الدور التالت وبعدها على طول من السحر بتخش تدرس النحو والتربية. ما فيش الكلام ده أول. نصحى يا جماعة نصحى 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 من الغيبوبة الله يكرمكم. بص يا جماعة I can't get my head around it. بص أهو خلاص خلاص سهلة وبسيطة. بعد كده don't say I'm sick. مفيش حاجة ما تقولش بقى I'm sick. don't say I'm sick. ما تقولش I'm sick. ما تقول ايه؟ say I'm under under. خلي بالك مش under. under ايه بقى؟ under ايه بقى؟ خلاص بقى اخوانا بقى احنا نفوق بقى الله يكرمكم بقى نفوق بقى الله يكرمكم بقى under ايه بقى؟ I'm under the weather. انا تعبان. بدل ما اقول لك I'm sick هقول لك well hey I'm not feeling well. well I'm under the weather today. I can't really work because I'm not feeling well. كل دول كل دول ثلاثة معنى واحد. يبقى بقول ايه I'm under the weather. I'm laid up. laid up. I'm out of sorts. I'm out of sorts. اللي هي انا خارج الصحة بتاعتي تعبانة. بص بقى سيدي بقى. sound like native speaker. sound like native speaker. عشان طبعا خلي بالك اللي انا اقوله دلوقتي. خلي بالكوا يا شباب خلي بالكوا يا شباب اللي هقوله. البروفيسور بيتكلم البروفيسور يشرب بس ايه I gonna sip of water. sip of water. sip of water يعني ايه؟ هاخد شوية sip of water. sip of water يعني ايه؟ شوية قهوة. sip of water sip of coffee. لو انت في امريكا خلي بالك يا حبيبي اللي انا اقوله دلوقتي. عندنا الفيميل في امريكا لهم كل الاحترام. فعندنا مثلا البنات هنا او السيدات تيجي تشتغل شغل محترم تقبض كويس في امريكا. فانت بتيجي تشتغل مع ناس كويسه خصوصا لما يكون انت اكاديمي معاك تعليم حلو فبتقبض كويس. فتلاقي الفيميل بتشرب قهوه فتقول لك اكسكيوز مي سير ويل كان يو بليز ستي اواي بيكوز اي هاف ا كافي بريث. خدت بالك؟ ممكن تبعد شويه تبعد بعيد شويه عشان عندي كافي بريث. كافي بريث اللي هو ايه؟ عندي نفس قهوه. فانا من الاحترام طبعا ان انت بتبعد. هي بتقول لك هي بتقول لك هي سيلينج يو هي كان يو بليز ستي اواي because I have a coffee breath. عندي نفس قهوة. فطبعا انت بتبعد. فانا هاخد دلوقتي ايه؟ ما اقولش بقى gonna drink coffee or water. no. بص sip of water sip of coffee اللي هو ايه؟ يعني شوية كده شوية. بص اهو 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 شوية اسمها sip of water sip of coffee شوية. I can't even sing like native. الله طب خلي بالك يا بروفيسور. طب هما يعني كل الامريكان هنا بروف بيعرفوا انجليزي؟ الكلام ده حقيقي يعني؟ ما احنا في التلفزيونات بقى ومصر والدول العربيه بنتفرج على البنات اللي ضاربه جيبه والعربيات طب ايه هو كله يعني متعلم؟ اسمع 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 الاجابه من البروفيسور. خبره تقيله. اسمع حبيبي. 3% 3% من الشعب الامريكي معاه بي اتش دي. 3 ايه؟ في المية من الشعب الامريكي معاه ايه؟ بي اتش دي. 10% معاه ايه؟ معاه ماستر ديجري. من كام بقى؟ out of what؟ out of 350 million. so residents in America
have. ايه ده؟ يا نهار اسود. ايه ده؟ تخيل 10% من الشعب الامريكي كله معاه ماستر ديجري، 3% بس معاه ايه ده؟ معاه دكتوراه. تخيل البروفيسور معاه 2 ماستر ديجري ومعاه واحده بي اتش دي في الادب الانجليزي وشغال على الثانيه. يا نهار اسود منيل، يا نهار اسود منيل. ايه يا بروف ده؟ وانا قرعت من شويه، انا قرعت من شويه. مفيش حد بياخدها في امريكا، مفيش حد بياخدها. امال طب يا بروف، طبعا اللي عندك معهم ايه؟ اسمع، في امريكا ايام اوباما رئيس امريكا، قال لك كله كان بياخد هاي سكول دبلوما، شهاده ثانويه عامه، كانوا يروح يشتغلوا بيها. وخلي بالك في دلوقتي مديرين في امريكا، يعني مثلا بقالهم في المهنه مثلا 20 25 سنه، ادموا تقول لك معايا هاي سكول دبلوما. جه الحاج اوباما قال لك ما ينفعش العك كده. اوباما اصلا كان متعلم حلو قوي، معاه 2 ديجري. اسمع بقى، اسمع ايه ده؟ ايه ده بروف؟ معاه 2 ديجري. اوباما معاه ماستر ديجري بوليتيكال ساينس ومعاه جي دي جيرس دكتور ديجري لا. ده مثقف متعلم، وكان خلي بالك لا بروفيسور ان شيكاغو يونيفرسيتي. وبعد كده دخل في السياسه وهو ده متعلم، يعني معاه 2 ديجري. طبيعه الشعب الامريكي، انت ممكن في امريكا تبقى دكتور طبيب وممكن تبقى محامي. ايه ده؟ ممكن تاخد بي اتش دي ان فلسفي ات ذا سيم تايم يو كان جيت جيرس دكتور ديجري لا. يعني ممكن تبقى مثلا واخد دكتوراه في الفلسفه واخد دكتوراه في القانون. دي ميزه امريكا. وممكن حاجة تانية، ميت رامني مثلا اللي هو كان مرشح الرئاسي ضد أوباما، كان معاه 2 بقى ديجري، كان معاه ماستر ديجري ان بوليتيكال ساينس وماستر ديجري ام بي اي، ماستر ديجري ان بزنس ادمنستريشن. بص، شايف؟ بص، مفيش حد فيك يا أمريكا، خدت بالك؟ بياخد الدرجات العلمية ديت. معظم بياخد اي ديجري، يعني من كوميونيتي كوليدج. If you graduate from community college, you have a degree, assistant degree in America, you can have good job, decent job. We say decent job. لكن قليل جدا من الشعب دوت بيخش على ياخد البي اي باتشر ديجري او بياخد الماستر ديجري. تاني، البروفيسور معاه ايه؟ يا بشر العب يا غزال. وايه تاني؟ معاه واحده دكتوراه وشغال على الثانيه في القانون. يا نهار اسود يا بروفيسور، ايه الدماغ دي يا بروف؟ ايه الدماغ دي؟ ده غير ارمي بقى خمسة ديجري من كوميونيتي كوليدج. اللي بياخد واحدة 60 يونتس بيقول لك انا معايا ديجري من امريكا. انا معايا 5 منهم. 5. خدت بالك؟ بعد السمستر الاولاني اتعين. سمستر داخل طالب بيدرس يا بني ادم، امريكا قالت لك تعالى يا بروف. هنعينك بعد اول سمستر. ايه شافه مختلف. امريكا عايزه الناس ديت عشان تعرف انت فين ومع مين. جامد بروف طلع عليه في امريكا انسايكلوبيديا طلع عليه كده. خلي بالك، ده مش انا مش فكر في نفسي، ده هو ربنا سبحانه وتعالى، ده هو ربنا مدي المعلوم، مدي حب الناس، ومدي المعرفه، مدي كده. هو يتكلم تلاقي بص الناس بتسقف. هو كده في حاجه مش انا، هو ربنا اللي بيدي دوت. عشان تبقى عارف برضه امريكا دي ايه، عشان برضه تبقى فاهم امريكا دي ايه، بنشرح اهو عشان تبقى عارف انت مع مين. طبعا في نسبه كتير جدا من العرب هنا مش متعلمين، كتير، في كتير ما عارفش انجليزي كتير، عشان برضه تبقى فاهم برضه القصه بتاعت امريكا دي ماشيه ازاي. وفي ناس قاعده هنا مالهاش دعوه بامريكا، عشان انت برضه تبقى فاهم، ملهاش دعوه بامريكا. عشان انت تبقى فاهم برضه البروف فين في امريكا، البروف فوق قوي. I can't even اسمع يا بخته، اسمع. A feeling of being overwhelmed. ايه ده؟ بص الفيلينج ديت هاكل الجي، لان دي اسمها بنسميها الاي ان جي فورم، فهشيل الجي. ده بنسميه في اللغه الانجليزيه الجيرونت، اسم الفاعل. شيل الزي، بقول بقى A feeling of being overwhelmed. خلصت. اللي هو ايه؟ الشعور بان انت واحد overwhelmed، اللي هو ايه؟ واحد مشغول. Not sweet. مش حلو. Something is easy or not problem. بدل ما اقول لك no problem بقول لك not sweet.
That hit the spot. بص التعبير ده hit the spot. Hit the spot. Hit the spot يعني exactly what you need. بقول لك wow, this food is so yummy. Yummy يعني ايه؟ طعمه حلو. Tasty. Delicious. بص 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 باخدك فين؟ بص باخدك فين؟ خدتك فين؟ بص باخدك فين يا أستاذ؟ بص باخدك فين؟ This food is so delicious. 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 طب ايه بقى؟ Delicious ايه؟ Tasty. طب تعبير تاني. Yummy. طب تعبير تالت. العب يا غزال. بص بقى. Hit the spot. Hit the spot. يعني ما اقولك ايه ده. This food in this restaurant. Hit the spot. ايه ده يا بروف ده؟ ده American idiom. انا خدتها من مستوى قليل. اعلى 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 اعلى. مستوى عالي. الى مستوى المتعلمين والمثقفين في اليوس. بنسميه High Register. مستوى عالي. مستوى اكاديمي. الهاي ريجستر ايه يا بروف؟ الهاي ريجستر من عليهم الهاي اسمهم هنا اسمه هاي ريجستر هم المثقفين المتعلمين هاي إليت دول اللي بيعملوا فلوس في امريكا متعلمين المثقفين بيعيش كويس شي برضو بفاهم برضو الدنيا ماشيه ازاي اللي معاه هنا تعلم هنا معاك تعليم تبقى فوق يبقى هيت سبا يبقى انا قلتها ايه ديليشس قلت ايه كمان يامي تيستي واو بعد كده قلت ايه هيت ذا سبا طب يعني هيت ذا سبا بالانجليزي يعني ايه ساتسفايد يعني الاكل كويس بص انا خدتك لايه خمس تعبيرات five different expressions for only one word only one word اسمع اسمع في عندنا حاجه اسمها normal English والnative English speaker normal English يعني advanced English بقول لك يا جون جات ماري last week ده normal English انجليزي اللي هو اسندني يا حوكه لحد ما ربنا يفرجها اسم جون جات ماري last week طب انا ايه بقى بص هقول الجمله دي بقى هقولها بتعبير اخر جون تايد ذا نوت last week تايد ذا نوت last week يعني تايد يعني يربط نوت العقده يربط العقده يعني اتجوز يربط العقده اتجوز يبقى جون جات ماري last week جون تايد ذا نوت last week حلو قوي لما اقول لك كده I'm angry with you I'm angry with you angry with you انا غضبان منك اقف بقى يا ريس بقى يا نهار اسود اسمع بقى اللي جاي بقى angry ديت هقولها لك دلوقتي بكذا تعبير كذا تعبير كذا تعبير بص يا سيدي بص يا سيدي I'm angry with you اللي هو أنا غضبان منك فبقول إيه You're getting on my nerve أو You make me nervous أو أو بص You drive me crazy Ow, you drop me banana. Ow, you drop me nut. Ow, hit the wall. ايه ده ايه ده كل ده كل ده معنى واحد. You make me angry. بص انا قلت ايه سبع تمن تعبيرات. Five or six or eight different expressions are using in America. And instead of even saying I'm angry with you, you can say it in different expressions. ممكن تقولها بتعبيرات مختلفة. تمانية. أقواهم إيه؟ أقواهم إيه؟ أقواهم اللي هي You're getting on my nerve. You're getting on my nerve. بص أنا بقولها إزاي؟ ما بقولش بقى You are getting on my nerve. ده النوت بتاعك أنت. You are getting on my nerve. ده النوت اللي هو إيه؟ بص انا بتسمعهم الدول العربية بص بقول لك ازاي You're getting on my nerve You're getting You're getting on my nerve You're getting on my nerve اللي هو انت بتعصبني طيب بعد كده New year is coming soon New year is coming soon يعني ايه العام السنة يعني قريبة فبقول كده بدل ما اقول New year is coming soon بقول New year is just around the corner New Year is just around the corner يعني اهو يعني خلاص السنة الجديدة هتيجي قريب السنة الجديدة خلاص
على أبواب. يبقى في تعبير أقوى اسمه New Year is coming soon, وفي تعبير أقوى اسمه New Year is just around the corner. ده النيرف, ده شغل النيرف, الشغل النيرف. بعد كده I have got to leave early today. ما قولش بقى don't say I've got to leave early today. بقول إيه I gotta leave early today. أقوى 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 أحلى. يبقى تاني الإنجليزي العادي اسمه normal level اللي هو معظمكم بيتكلموا كده اللي هو I have got to leave early today. ده اللي هو إنجليزي النط, خلي بالك النط ده معظم الشرق الأوسط بينطقوا كده I have got to leave early today. تجيب انت البطانية خدت بالك وتنام بقى. لكن أنا بقول I gotta leave early today, يعني أنا لازم أمشي النهاردة. Don't say do you want to come with us tonight. بص النط بتاعك do you want to come with us tonight, ده النط بتاعك انت. لكن انا اقولها بسرعة بقول wanna come with us tonight. بص wanna come with us tonight, انت عايز تيجي معانا النهاردة. بتفرق قوي في التعبيرات, بتفرق قوي في اللغة, بتعلي مستواك مستوى عالي. سيبك من التعليم اللي عندك ده, انا عارف بقول ايه, انا برفع مستوى الناس لمستوى بياخد احلى وظائف في امريكا, في امريكا مش شرق اوسط, في امريكا يخش اي وظيفه ياخدها هيري. ليه؟ بعلمه بدربه عشان يخش يعمل اللي بقوله عليه, يخش يلاقي مستوى فوق, يبر الامريكان, يبر مش اي امريكي, المتعلم. المتعلم يعني ايه بروفيسور؟ معاه ماستر. المتعلم بالنسبه لنا يعني معاه ماستر, معاه بي اتش دي. لكن الباقي دول ولا حاجه, مش فاهم. برضو في ناس هنا عندنا اصلا عايشين وخلاص, مش فاهم الدنيا فيها ايه. مش كل متعلم هنا. انا بلعب على ايه تاني؟ تاني ايه يا بروف؟ واحد يكون متعلم. يعني ايه؟ يعني انت معاك خريج جامعه في امريكا معاك ماستر ديجري, خريج جامعه في امريكا معاك بي اتش دي. الطالب بتاعي ياكلك, خلصت ياكلك في اللغه. انا عارف انا بقول ايه, طلعته وخدوا احسن وظايف هنا في امريكا. بعد كده don't say, بقول لك can you give me his number. بص ده النقطه بتاعك انت, can you give me his number. بص يا سيدي هقولها بطريقة أحلى. Can you give me, give me, give me, مقولش give me. Can you give me his number. بص number, number. Give me, give me. Can you give me his number. ممكن تديني أصلا الرقم بتاعه. بعد كده خلي بالك في الجزء دوت, خلي بالك في الجزء دوت, خلي بالك في الجزء دوت. في حاجة اسمها cold fish. ايه cold fish ده؟ يعني ايه cold fish؟ المجهود المبذول دلوقتي عشان خاطر روح امي الله يرحمها, ده مني هدية الى الشعوب العربية وهنا في امريكا عشان على روح الوالدة, روح والدتي انا. ده الهدف ان انا ببذل المجهود ده عشان روح الوالدة. فعشان كده انا بشرح بايه, بشغف, يعني because I have a lot of passion for education. طب انا قلت ده يعني عندي شغف جميل جدا للتعليم. ده المجهود ده ليه؟ عشان روح الوالدة, عشان الناس تبقى فاهمة برضو أنا ببذل المجهود ده ليه. cold fish, cold fish. إيه cold fish ده؟ يعني إيه cold fish؟ ما تيجي ترجمها, يعني cold fish يعني واحد السمكة, سمكة باردة, سمكة باردة. في واحد كده بيكون unfriendly, في واحد بيكون كده has no lack of emotions, ما عندوش يعني ما عندوش اي ايموشنز, ما عندوش اي انفعالات, ما بارد. ستات عليك يعني على الرجاله يعني تقول لك او ده بارد, عنده فطور جنسي, عنده ما فيش مشاعر خالص, انا عايشه معاه ومش داري بيا خالص. ده الستات تكلم على الرجاله كده, يعني لما يكون في مشاكل, يعني lack of communication, في ما فيش عدم اتصال. ممكن تقول lack of communication, lack of knowledge. عشان كده دايما انا بقول knowledge is power. في حاجه تانية lack وليك, lack يعني نقص, shortage اللي هو نقص برضو, وفي عندي برضو ليك, ليك اللي هو البحيره. خلي بالك هنا cold fish يعني واحد بارد, سمكه بارده. السمكه البارده لما تيجي هنا بنسميها ده personality vocab. خلي بالك انا بقول ايه, personality, p p p p ده personality. personality اللي هو persona, persona اقوى, persona في تعبير اقوى. تقول persona, ما تيجي مثلا هنا في امريكا يقول لك ايه, واو اي لايك يور persona سير, بروفيسور. ده طلب هنا بتقول لي مثلا ايه, بروفيسور اي لايك يور بيرسونا, واو ثانك يو يو سير, يو سو نوليدجبل سير, يو سو انفورماتيف, يو هاف ا لوت تو اوفر, ثانك يو. اسمها ايه؟ بيرسونا. بيرسونا يعني الشخصيه.
اقوى من بيرسوناليتي، اقوى من كاركتر، عشان برضو بفهم. هنا كولفيش بص بقى هاخدك لمستوى تاني خالص. Someone who is lacking emotion، ما عندوش مشاعر، بارد، unfriendly. He hardly made eye contact. And I felt he was a bit of goldfish. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده. He hardly made eye contact. صعوبة جدا بيعمل eye contact. لما يكون واحد مش قادر يواجه الست، خلي بالك لما تيجي تدرس الستات كويس، يعني اسمه الفيميل ستاديز، أو يعني خبرة في الستات، فتتعامل مع ستات كتير يعني. فتلاقي كده إيه، تقول لك مش قادر يواجهني. العين، عين الراجل لما يكون مكسور، يعني شخصية ضعيفة، ما يقدرش يواجه الست بعينه، عشان تبقى فاهم برضه في الحياة. بقول لك ايه، he hardly made eye contact and I felt he was a bit of goldfish. شعرت ان هو بارد، مش صديق كويس، دي بسميها الكولفيش. طيب في حاجة تانية اللي هي synonyms for goldfish، و synonyms اللي هي معاني كلمة goldfish. abrasive yes، بعد كده abruptly yes، antagonism yes، coolness. كل دول بص أربعة هنا بتعلى يا اخوانا، اعلى بمستواك في اللغة الإنجليزية. خلي بالك انت واحد بتتكلم عربي وبتتعلم إنجليزي كلغة أجنبية تانية، مفيش حد أذكى منك، اسمعوا الكلام دوت من خبرة من واحد اتطحن في التعليم في أمريكا. انت واحد بتتكلم العربي، والعربي لغة صعبة جدا، من أصعب لغات العالم هي اللغة العربية. انت ممكن مستواك يبقى أحسن من اللي هو مولود في أمريكا. نعم، وأنا طلعت دوت وثبتت دوت للعالم كله، أنا عندي طلبة تضرب ناس هنا في أمريكا، وعندي طلبة من صعيد مصر يضرب مستواهم مستوى اللي هنا في أمريكا، بقاله 20 سنة و 30 سنة في أمريكا. أنا عارف بقول إيه، كورس في 2 وفي 3 تلاقي بص أوب مستوى ضرب. الله إيه ده، أيوة تدريب كويس، اتدرب كويس، شغال معاه كويس. يبقى السينونيمز إيه؟ بص أنا عندي إيه، abrasive, abruptly, antagonism, coolness. عكس ايه ده؟ عكس اللي هو goldfish. خش في التاني على طول، ما تريحش على طول، اوعى تريح. التاني على طول، بعد كده التالت. بص بقى الدارك هورس. الدارك هورس، دارك هورس يعني ايه؟ دارك هورس يعني حصان اسود. ايه الحصان الاسود ده؟ يعني ايه حصان اسود؟ race horse، competitor اللي هو منافس. synonyms also ran، long shot، sleeper، underdog. كل ده اللي هو حصان الاسود. طب يعني ايه الحصان الاسود ده؟ someone who has greater abilities than they show. واحد عنده قدرات. في ناس كده تلاقيها هاديه ما يتكلمش خالص، بس اول ما يتكلم انت حاسسك ان هو عبيط وهبل، بس اول ما يتكلم تحس ان هو واو، so smart، is nerd، so intelligent. واحد ذكي ما بيتكلمش كتير، ده بنسميه دارك هورس، حصان اسود، قاعد يبهرك بمعلوماته مجرد بس يخش حاجه. اسمع كده، someone who has greater abilities than they show، عنده قدرات عاليه جدا اكتر من اللي بيوضحه. بعد كده بيقول لك ايه، a person who keep their interest. بص بيحتفظ بايه، بالايدياز بتاعته، secret. ايه ده، سريا. وهاز ا سربرايزنج ابيليتي اور سكيل، عنده سربرايزنج، يا ساتر، عنده قدره بيفاجئها بالناس، اور سكيل، بيبقى هادي خالص كده. تعال مثال، بص بيقول ايه، هدى بنت، هدى از ساتش ا دارك هورس، اي هاد نو ايديا شي بابليش ا نوفل. ايه ده، هدى عملت ايه، ساتش ا دارك هورس، هدى حصان اسود، عمرك ما حسيتك هدى انها ذكيه. هدى maybe she's pretending she's naive but in fact she's so smart she's nerd she has a lot to offer. بص خدتها ازاي، بص 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 بص، she has a lot to offer، عندها حاجات كتير تقدمها. هدى is such a dark horse I had no idea she published a novel. party animal، party 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 animal، يعني هنا في امريكا واحد بيروح بحب مثلا يروح حفلات كتير مثلا، اسمها party animal. someone who likes to attend parties often، يروح حفلات يسهر، تعرف على الستات يشقط، اسمها كده party animal. someone who likes to attend parties often، بيحب يحضر حفلات كتير، اسمه party animal. ليلى is a real party animal، ليلى بتحب تروح الحفلات. she likes to dance all night،
بتحب ترقص طول الليل. synonyms ايه بقى party animal دوت؟ party animal واحد بيحب يخش الحفلة، يحب يخش بيحب يسهر بالليل، يعني celebrator party goer party pooper، كل ده بمعنى واحد اللي هو party animal. كل دول بمعنى party animal. دول يا جماعة المحاضرة بتاعت النهاردة. نتمنى ان شاء الله ان انتوا استفدتوا حاجة كويسة، ونتمنى ان شاء الله ان يكون مستوى يرتفع. الحاجات ديت من خبرة، خبرة حياتية ومن خبرة أكاديمية، من دراسة وطحن في التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية. مفيش حاجة صعبة، مفيش حد ذكي، مفيش حد غبي، لكن في واحد كسول. كسول ديت ممكن نقول عليها lazy، he's a bit lazy، he's a bit sluggish and active، he doesn't want to work. لكن في واحد تاني workaholic، he's so smart، he's workaholic، he want to work hard because he want to gain a lot of money. أمريكا معك تعليم هتبقى فوق، معك لغة هتبقى فوق، بتوع أمريكا معك تعليم، معك لغة هتبقى فوق. تخليش حد يمنعك من النجاح. النجاح حلو والنجاح جميل، والنجاح ليه مذاق خاص، مذاق جميل جدا. في شركات أجنبية في كل دول العالم. العب على العالي هتبقى فوق، ما تلعبش على الواطي. مفيش حد أحسن من حد، لكن في واحد تعب على نفسه، اشتغل، بيطور من نفسه. سيبك من الفهلاوة، عقلات الفهلاوة، معروف العرب بالذات يعني العقلات اللي الفهلاوة الهيصة الكدابة ديت، سيبك من العكس ده. خليك فوق، تعرف على الأحسن منك هيشدك، لأن ممكن في واحد she or he will grab you to a big hole، ممكن يجيبك في مصيبة، ممكن يوقعك لمصيبة كبيرة. اعرف الأحسن منك دايما. عشان كده دايما بقول للطلاب بتوعي surround yourself with high quality people، حوض نفسك بناس ذو جودة عالية حلوة، هتلاقي نفسك فوق. سيبك من الفشلة، الفاشل هيجرك الفشل وهتندم، لأن العمر بيجري بيجري، الأيام بتجري والعمر بيجري. هيوصل، هتوصل لسن معين، واو أنا ما عملتش حاجة. زي عندنا في أمريكا هنا ناس 30-40 سنة في أمريكا ما عملش حاجة، في أمريكا ما عملش حاجة، في دولة فيها 50,000 فرص. ولازم تستثمر في ذاتك، تستثمر في ذاتك. الوقت في أمريكا مهم جدا، هتلاقي 10 سنين جري بسرعة، 10 سنين من حياتك جري بسرعة. لازم تستثمر ده، لازم توصل سن معين تبقى very well established. انت مش محتاج حاجة من حد. لما توصل المرحلة ديت هتعرف اللي انا بقوله، توصل المرحلة تتفرج على العالم، تاخدها بقى سفر، تسافر، تتمتع بحياتك، enjoy your life، ما تهتمش بكلام الاخرين. لازم تتعب في سن معين عشان توصل لمرحلة هتعرف كلامي دوت لما توصل لها، اسمها خبرة الحياتية. مفيش سؤال غبي، لكن في إجابة غبية. بنقول دايما كده باللغة الألمانية، إذا جبت كاينة دوما بانفورت، إذا جبت كاينة دوما فراجن، أبا إذا جبت سوفيلا دوما بانفورت. أولا باللغة الإنجليزية، there are no dumb questions but there are always dumb answers. مفيش أسئلة غبية، لكن أيضا يوجد إجابات غبية. كان معكم بروفيسور دكتور كرم أنيس، أستاذ اللغة الإنجليزية بالولايات المتحدة الأمريكية، ومترجم لدى المحاكم الفيدرالية والدستورية العليا بالولايات المتحدة الأمريكية. أحبائي، تمنياتي لكم بالخير والصحة والسعادة، ومع البروفيسور شعرنا دايما من نجاح إلى نجاح. و knowledge is power، المعرفة قوة، مع البروفيسور كرم أنيس. شكرا، باي باي، الله يرحمك يا أمي. المحاضرة دي على روح أمي الله يرحمها. شكرا، باي باي، باي.